سيد محمد من واسط يقول في بعض الأحيان إذا أنا في الصلاة أو جسمي حكني أي موضع من جسمي، جزء أنا أحكه بإيدي وأنا في أثناء الصلاة، تحريك اليد في أثناء الصلاة، الإشارة باليد واحد يأشر بإيده في أثناء الصلاة، حك الجسم أي موضع من الجسم يحكه بإيده أيضا، هذا ما يأثر على صحة الصلاة. كل هذه الأمور، حك الجسم، الإشارة، رفع اليد، تحريك اليد في أثناء الصلاة، هذه كلها ما تنافي صحة الصلاة، ما تنافي الصلاة.